لا يا النهارده الحمد لله رب العالمين، يمكن شعور مش قادر اوصفه. يعني انا لغايه دلوقتي مش مصدق ان بيت الرئاسه النهارده اتفتح للشباب النهارده، وبالذات لذوي الاحتياجات الخاصه. فانا طبعا ده شعور يعني مش قادر اوصفه لحضرتك يا استاذ عمرو. يعني ابراهيم، انت كنت زعلان ان انت نزلت مطار القاهره وما لقيتش حد يكرمك ولا يستقبلك، دلوقتي بردت نارك شويه؟ لا كده دلوقتي انا وصلت يعني لدرجه ان خلاص يعني ما عادش فيه تكريم اعظم من تكريم السيد الرئيس النهارده لابراهيم في الحفله، ومش في المؤتمر، ومش هو مش ابراهيم لوحده موجود من ذوي الاحتياجات الخاصه، لا كان في بعض اللعيبه موجودين النهارده من ذوي الاحتياجات الخاصه النهارده، ودول اتكرموا برضو يا فندم. قول لي بقى، انت كنت بتقول للرئيس ايه في ودنه وقال لك ايه؟ والله يا فندم انا كنت بدعي للرئيس ان ربنا يبارك لنا في عمره.